الأرزاق للمعرفة ونحن في شعبانية. لماذا لا يكون في بيتي كتاب عن الإمام الحج عليه السلام؟ هذه العبادات، هذه الزينة، هذه كلها تنبت في قلب الطفل. أنا أدعو المشاهدين باكر، من باكر طبعا كمعلومة، غدا ميلاد القاسم ابن الحسن صلوات الله عريس كربلاء، هاي لكم هدية يعني، سلام الله على الإمام القاسم، كمعلومة يعني الله بعشر من شعبان. هاي الصواني، صواني الإمام الحجة، صواني أهل البيت، هذه ثبت ثبت العقيدة في قلب الإنسان. زيارة سيد الشهداء، زيارة مولانا الحجة، حتى قال أهل المعرفة لا يمكن لطائر المعرفة عند أي إنسان أن يحلق إلا بجناحين، ما هما الجناحان؟ قالوا زيارة آل ياسين وزيارة عاشوراء. اللي يريد يطير في المعرفة لابد يوميا يقرأ زيارة آل ياسين، وهي من أهم الزيارات للإمام الحجة عليه السلام، وزيارة عاشوراء، وإلا لا يرتفع إلى سماء المعرفة قدما أو شبرا واحدا كما صرح به وأهل الخبرة هم أهل المعرفة. العلاقة مع الإمام الحجة في الدعاء بالصلاة، دعاء الندبة، إحنا عندنا برامج الصدق عن الإمام الحجة، أرشد من يحب هذه الأمور إلى كتاب وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام سلام الله، الذي يذكر 84 أدبا من العلقة والرابطة مع الإمام الحجة، اللي هو خلاصة وعصارة عن كتاب مكيال المكارم في ثواب الدعاء الإمام الحجة القائم صلوات الله للسيد محمد الإصفهاني، اللي أمر الإمام الحجة عليه السلام هذا المؤلف أن يكتب هذا الكتاب. اللهم هذا مثل كتاب النذر، قضية الشيخ الصدوق، كتاب إكمال الدين وتمام النعمة، الإمام الحجة أمره. فأين نحن عن هذا الكتب؟ يعني أنا أحكيها باعتبار نحن في مولد نحكي براحتنا مولاي، يعني أنا أعطي 30,000 بس على الشبس مال أولادي شهريا، ما أشتري 5,000 كتاب للإمام الحجة عليه السلام. هذا مثل ما أفكر يا أخي أملأ معدتي ولو من مال حلال، خل أملي هذا بروايات أهل البيت، أملي قلبي، لأنه فتن فتن الزلل يتحصل في لحظة واحدة، الزلل قد يتحصل وينحر في الإنسان في لحظة. احنا نحتاج الى حصن حصين، وهي روايات اهل البيت وخصوصا العلاقه بالامام الحجه صلوات الله عليه. فلذلك تجد في الروايات ان هناك اعمال شرعت عن اهل البيت عليهم السلام، من زياره اسوي لي ختمه، هذا شعبان شهر شهر رسول، اقرا كل زيارات الامام الحجه لطيف، انا مقبل على شهر رمضان في خدمه خادم القران، مثل ما اختم القران خل اختم الصحيفه السجاديه، شو المانع اسوي لي يسموها الخاطره المهدويه. حبيبي نحن الان ايها المشاهدون هذه 15 شعبان فيها سيدخل امامكم الحجه عليه السلام في عمر 1183 سنه، وفي 15 شعبان توفي السفير الرابع رضوان الله عليه، وسندخل في الغيبة الكبرى 1108 سنين أو 7 سنين من بدايتها. طيب الآن نحن في الغيبة الكبرى، هذا الكم الهائل من السنين وما ظهر الإمام صلواته، هي الحشية طق بطق. لو الله ما يريده يطلع وراضي على ظلم الخلق، وهذا أمر شنو مستحيل، أو الإمام ما يريد يسمع كلام الله وحاشا، إذن العيب لا بالله ولا ولي الله، العيب بعبد الله. حسنت. كون نغير نعم برامجنا، كون نسوي علاقة ويا الإمام الحجة عليه السلام، 313 ما يطلعون من الهوى. صح. نفس قضية سيد الشهداء، أولاد وذو هؤلاء الأنصار آبائهم مهدوا لهم، أمهاتهم مهدت لهم. حسنت. صحيح؟ يرادي لهذه القضية. أمهات الأم التي أحسن. أنجبت هذه الشيعة هؤلاء الطاهرون.